نبتدي باب الشوق. ماذا لديك من المعلومات يا صديقي العزيز؟ يمكن نادي الزمالك في الوقت الحالي بعد فترة زي ما قلنا إن هو كان مأجل كل حاجة، فترة توقف بدأ يرجع من كتير من الملفات بتاعته. يلا يمكن بينا. أبرز الملفات طبعا هو أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي طبعا نادي الزمالك هدفه الأهم في الوقت الحالي هو حسم ملف أشرف بن شرقي مبكرا. الزمالك بالفعل معلومة جهز العقود بتاعت أشرف بن شرقي اللي هي المسوده او الدرافت واتبعت للمحامي بتاع اشرف بن شرقي، الله، تمام، عشان يبص عليه. هتقولي ازاي يعني ما فيهوش ارقام؟ اتعمل العقد، شكل العقد، الدرافت بتاعه، الدرافت، المسوده، ماشي، واتبعتت للراجل عشان يبص على ايه؟ على البنود، البونص او البنود اللي الزمالك الحوافز والحوافز اللي عايز يحطها، الاعلانات، الاعلانات، الشرط الجزائي، كل الامور دي، حلو، البنود الخاصه منها عدد اهداف معينه فيها فلوس، مشاركه ليها فلوس، مباريات متتاليه من غير اصابات او من غير طبعا ياخد طرد او الكلام ده كله، ده ليها فلوس، تتويج بدوري ابطال افريقيا ليه رقم، الفوز بالدوري المصري ليه رقم، بالاضافه طبعا الشرط الجزائي. عقد بقى معمول، عقد حلو واضح، حاجه محترمه، تمام. ليه؟ لان الزمالك في اتفاق كانت ما بينه وبين المحامي بتاع اشرف بن شرقي لما كان حصل الكلام اللي كان اتكلم عليه كابتن حسين لبيب، كنا قلنا قبل كده بالاضافه للحمله الاعلانيه ان هو كان حصل زي ما بقول لك قعده اولانيه ما تمش الاتفاق فيها على ارقام، ولكن الجاب مش كبير قوي، مش الموضوع مش بعيد، مش بعيد قوي. والله ليه؟ لان الزمالك استغل البادجت اللي كان محطوطه لفرجاني ساسي وان يلا نجدد لاشرف بن شرقي. البادجت دي طبعا لو كان ساسي هياخدها كان هيبقى لا، يبقى فيه زي ما بقول لك ايه لسه شويه لازم نوفر فلوس ثاني عشان نخش في بن شرقي، فاصلا فلوس ساسي موجوده فهيستخدموا الفلوس بتاعت ساسي ان هم يحطوا لأشرف بن شرقي ويتم عقد جلسة معاه خلاص أيام الجاية، تبقى هي مش هتبقى جلسة واحدة، هيبقى جلستين. أول جلسة هيتم الاتفاق فيها على كل التفاصيل، هيتحط بقى البنود، العقد يتراجع، الجلسة الأخيرة هي جلسة التوقيع. الزمالك عايز يحسم الملف ده حد أقصى قبل نهاية الدوري. عندك حدس تقول لي بن شرقي هيجدد بنسبة قد إيه ولا لأ؟ وفقا لكلامه وفقا لكلام الوكيل بتاعه ان الموضوع 75% 80% ممكن يجدد مع نادي الزمالك، ولكن نوصل للرقم اللي هو عايزه. نادي الزمالك بيحاول يتوصل لاتفاق. الجلسه الجايه انا شايف ان هي هتبقى حاسمه، وهتقدر اقدر اقول لك بعد الجلسه الجايه الموضوع ماشي. عندك فكره الارقام تقريبا اللي عايزها بن شرقي كام ولا عشان ما بقاش بكذب عليك واقول لك الارقام؟ ارقام هو بياخد السنه دي مليون و100، تمام، فهو السنه الجايه يورو ولا دولار؟ لا دولار، تمام. السنه الجايه اللي هي اخر سنه هتبقى مليون و200، فهو الزمالك عايز قبل السنه الجايه ان يتم التمديد، هيتم التمديد اللي هو السنه الجايه وياخد سنتين بعدها يبقى ثلاث سنين ويتم حسم الملف. يمكن الموضوع هو طلبات اللاعب متجاوزه المليون ونص، مليون و600، شويه فوق، حاجه بسيطه، فالزمالك عايز يوفر الموضوع، عايز يحل الموضوع مع بن شرقي، خصوصا انه الزمالك وعد بن شرقي قال له لو انت هنحط لك الشرط الجزائي ولو جالك عرض اوروبي محترم هنسيبك، بس زي ما بقول لك ايه خليك معانا وهدي الدنيا ويلا نجدد، ولو تم الاتفاق الزمالك عايز يعلن قريب جدا.